لكن الرئيس ارجو ان يكون في انتباه من الاخوان في الحكومه والاخوان في المجلس. هذا القانون صوره لبشاعه الاداره الحكوميه بالكويت. الاخ وزير الخارجيه قام مشكورا واستخدم عبارات دبلوماسيه بان الاخوان في اللجنه ما استعانوا بالجهات الحكوميه. السؤال، كل حكومتنا الموقره دعيتم وزاره الاشغال؟ دعيتم وزاره الكهرباء؟ دعيتم وزاره الدفاع اللي هي ام المناقصات؟ دعيتم الجهات المعنيه بميناء مطار الدولي او ميناء مبارك او غيره من الجهات؟ الحكومه ما سوت شيء. الحكومه تدري من مثلها يا اخوان؟ مثلها الوكيل المساعد للشؤون الماليه والاداريه في وزاره التجاره. شكوا هذا في المناقصات؟ ابي اعرف شكوا هذا في المناقصات. بهذا الشكل تدار الاداره العامه للحكومه. هذا القانون من اهم القوانين اللي تعد اداه في الاصلاح الاقتصادي. نريد ان نعمر الكويت، نقضي على تعطل المشاريع بسبب الترسيات في المناقصات وغيره. نريد ان نعمر البلد. القانون الحالي بالي. القانون الان مطروح امامنا صوره لكيف تدار البلد. لم يتم الاستعانه باي جهه من الجهات المعنيه والمختصه. واطلب منك ترد، لا تاشر ابو خالد، قوم ورد علي وراح ارد عليك. الماده الخامسه، تدرون شنو الماده الخامسه؟ الماده الخامسه راح تخلي كل سلطه توزيع المشاريع بالكويت في اداره واحده، هي الاداره الفنيه. الاداره الفنيه هي اللي فيها كل شيء. السؤال، من يراقب الاداره الفنيه؟ من المسؤول عليها؟ هذا كلام مو صحيح، هذا كلام راح يعيق ويربك وراح يؤدي بالمشاريع للمحاكم. خلي ما تخاطب اللي هناك، ما اسمعك. ما يصير كلام، ما هو جدال مع احد. حاضر الاخ الرئيس، انا قصدي بس استنهض النواب لكي يعرفوا هذا المستوى من الاداره. احنا ما نقول هذا الكلام عشان ندخل في مشكله مع الحكومه، لا، احنا بنتعاون معاكم وفي نص الماده 50 من الدستور، نبي نعمر الكويت. وعمار الكويت كان يتعطل بسبب اجراءات الترسيه اللي حضرتك تعرف كيف الخلل اللي يصير فيها، وتعرف لوين نحن وصلنا في الاداره العامه. الماده 20 والماده 22 كلها مواد بحاجه الى النظر لها بعين الانتباه. نبي قانون يوزع الصلاحيات مع مزيد من الرقابه عليها. ليش كل الامور تصير تحت سلطه واحده؟ ليش ما يكون فيه مزيد من الصلاحيات مثل ما هو معمول به بكل انحاء العالم مع مزيد من الرقابه عليها؟ مزيد من الرقابه عليها ومزيد من احاله اي متجاوز للقضاء، لكن ما تصير السلطه بيد واحد. الاخ الرئيس، مع الاسف مع الاسف انا اعتقد هذا القانون راح يعزز الفساد اللي نحن نحاربه. اعتقد بان السؤال اللي يجب ان ننتبه له بان السلطات اللي وارده او الصلاحيات الوارده للجنه الفنيه لموضوعه هي تاخذ صلاحيات مجلس الوزراء برمته ومجلس الامه وتوزع مناقصات بشكل دون رقابه. اخطر من هذا الاخ الرئيس، مناقصه قيمتها 700 او 800 مليون دينار تنشري كراسه المناقصات مالتها ب 500 دينار، وين حق الكويت؟ وين حق الدوله؟ 500 دينار هذه مو بقاله او شركه صغيره، هذا مشروع ب 700 و 800 مليون دينار كويتي يشتري كراسه مناقصه 500 دينار. هذا كلام منطقي؟ هذا كلام ما يجب انه يفوت بشكل سريع. انا اسال الحكومه، هذه الملاحظات المهمه، هذا القانون اللي راح يكون بوابه الاصلاح الاقتصادي، ليش ما ممكن تستعينون فيه بالمختصين اللي عندهم خبره في هذا المجال؟ الاخ الرئيس الوقت راح ينتهي، اطلب خمس دقائق اذا سمحت. الاخ الرئيس، ما نبي شركات اجنبيه تدش عبر وسطاء ويتم تنفيع الوسيط. نبي الشركات تدخل بشكل مباشر للحكومه وتقدم افضل خدمات باقل اسعار، مثل ما بنوا دبي وبنوا مدن كثيره بالعالم. ما يكون في وسيط، نبي نفيد البلد ما نفيد الوسطاء. الاخ الرئيس، شكرا الاخ خالد، انتهى الوقت اللي وافق مجلس التمديد. الاخ خالد مده دقيقتين. دقيقتين، تفضل اخي دقيقتين. اخطاء فادحه فيها وتعقيدات. هذه التعقيدات مع الاسف راح ترجع فينا المربع الاول. لا احنا محوشين على القانون القديم ولن نجد قانونا جديدا يلبي طموحاتنا، وانما راح نكون ان شاء الله في المحاكم نتيجه للتعقيدات الوارده بهذا القانون اللي تحتاج لها، يعني هي طلاسم تحتاج لها خبراء
وممكن تتعقد وممكن ما تكون مفهومة، ومن ثم اللي مضيق صدرنا انه يتعطل مصلحة بلدنا وبناء المشاريع. اعطيكم مثل، مجلس الأمة الآن موقع عقد حق مكاتب النواب صار له 3 سنوات للحين انطارد وراهم بالمحاكم ما خلص المشروع. ليش؟ لأن والله فيه خلل في بعض الأمور وراحوا ادعوا بالقضاء. لذلك عبارات واضحة راح تنهي هذا الجدل في البداية وتخلي كل شيء واضح، ومن ثم نستطيع أن فعلا نعطي مناقصات لإعمار البلد. وبالمناسبة من فضل الله أنا ما لي أي علاقة مع اللجنة ولم يسبق لي الحصول على أي مناقصة من الدولة، حتى لا يقال باكر بأن والله أنت لك مصلحة ولا غيره. أنا أقول هذا الكلام للتأكيد والتوضيح. الأخطر من ذلك أخي الرئيس، يا جماعة لو محول يوقف ولا محطة ماي لن يكون هناك قدرة للوزارة توفر بديل إلا تسوي مناقصة وفقا للقانون الجديد. والقانون الجديد هذا أو المقترح معناه أن على ما يسوي المناقصة تنقطع الكهرباء مثلا لا قدر الله أو المياه، ولا يكون في المخزن ولا هناك بديل واحد. من يتحمل هذه المسؤولية؟ راح يقولك والله القانون، احنا ما نقدر نخالف القانون كحكومة، ومن ثم خلي المنطقة تصبر عن الكهرباء والماء. أنا أعتقد أن هذا القانون يثبت بأن هناك تعجل من الجانب الحكومي في إقراره وعدم استفادة من الخبراء أو الخبرات لدى الحكومة في مواجهة المجلس. أكرر، لسنا في خصومة لكننا نريد بالفعل إعمار البلد بشكل قانوني سليم. شكراً لك خالد.